السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. عرفت ولاية البليدة منتصف نهار اليوم الجمعة حادثة خطيرة بطريق السيار شرق غرب ورعبة مستعملي الطريق، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. حسب ما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن طريق السيار باتجاه الغرب بولاية البليدة وبالضبط بين محاولي بني مراد وبني تامو عرف كارثة كبيرة تمثلت في اصطدام سيارة من نوع رونو كونغو بالحاجز الإسمنتي واحتراقها، والحمد لله فر ركابها قبل وقوع الكارثة وأصيبوا فقط بالصدمة وبعض الرضوض الخفيفة. ودعا ناشط من كل أصحاب السيارات ومستعملي الطريق إلى ضرورة اقتنام إطفاءات الحريق غير منتهية الصلاحية، وخاصة السيارات والتي تشتغل بالغاز.